هذا هو اول فيديو غادي نديرو ان شاء الله، وغنبقى نهضروا على الفرنسي وغادي نعرفوا من الاصول ديال الفرنسي، يعني من البدايه، يعني من قبل الصفر وحنا بادي. اذا غنبداو ان شاء الله هذا الكور ديال الفرنسي. هو مبسط، هو سلسله غادي نديروها وغادي نعلموا بها ولاد ولادنا. الدري الصغير عندكم في داركم قول ليه يتصنت لهذا الدرس، هذا راه غادي ينفعو. انا غادي نهضر بالفرنسي وغادي نهضر بالعربيه وغادي نشرح لكم مزيان باش تفهموا، باش نوصلوا لواحد النتيجه كاملين، هي اننا نتعلموا هذا الفرنسي اللي داير لنا بوتزطاس في راسنا. هذيك الفرنسي اللي مبردانا غادي نتعلموها دقه دقه. اذا انت الى اول مره كتشوف الفيديو، حاول انك تابونا معنا وتبع السلسله من اول الفيديو حتى الاخر الفيديو، والسلسلات غيكونوا متابعين ان شاء الله وغادي يكونوا حصريين وغيكونوا لايف. اذا نمشيو ونبداو اول درس ديالنا او لاول حصه اللي هي لي زالفابي، الحروف لي زالفابي. اذا كما قلت لكم هذا الفيديو صالح لجميع الاعمار، سواء كنتي كتقرا سواء كنتي ما كتقراش، الامهات الاباء اللي عندهم مشكل يتبعوا معنا ان شاء الله وراه غتفهموها. اذا كما قلت لكم لي زالفابي هما الحروف، اللغه العربيه فيها الحروف، اذا حتى اللغه الفرنسيه فيها الحروف وكيتسموا لي زالفابي. الديفينيسيون ديال لي زالفابي، التعريف ديال هاد لي زالفابي، لي زالفابي اي اون سيري دو 26 لتر، هو واحد المجموعه ولا سلسله ديال 26 حرف. Il convient que l'apprendre par cœur. وخاصنا نحفظوهم كما كنقولوا عن ظهر قلب، يعني نحفظهم، حيت الا ما كنتش حافظهم ما يمكن ليش نتكلم بشي لغه. مثلا بحال حنا عندنا الحروف الهجائيه حافظينهم كاملين، ما يمكنش شي واحد ما حافظ شي حرف هجائيه ويمكن له يهضر، ما يقدرش يهضر. ضروري دوك الحروف الهجائيه هما اللي كنكونوا بهم الكلمه. اذا هنا في الفرنسيه عندنا 26 حرف خاصنا نحفظوهم باركور، يعني نحفظوهم مزيان. il comprend 6 voyelles، هاد 26 حرف فيهم 6 لي فويال. لي فويال بالفرنسي هما لي فويال، وبالعربيه كنسميهم حنا هما الحركات. هذوك الحركات اللي كنقولوا بالعربيه هما هاد لي فويال، هاد لي فويال هما اللي كيديروا لنا الحركات باش نهضروا بالفرنسي، وهذا الشيء راه غادي نشوفوه من بعد ان شاء الله. قالك il comprend 6 voyelles qui peuvent se prononcer seul، وهاد لي فويال هما اللي كيتنطقوا بوحديتهم، الاخرين نقدروا ننطقوهم غير بوحديتهم. وعندنا عاوتاني لي كونسون، لي كونسون سون او مومبر دو 20. اذا لي كونسون عندنا 20 حرف كونسون. شنو معنيه كونسون؟ ال se prononçant accompagné d'une voyelle. اذا هذا لو كونسون كيتنطق وكنسمعوه منين كيكون معاه الفويال، يعني بحال اللي كنقولوا حنا كنشكلوه هذا الكونسون، هذا الحرف لو كونسون كنشكلوه بلي فويال. وهاد لي كونسون ودا لي زالفابي، دابا لي زالفابي اللي خاصنا نحفظو ال 26 هما ا بي سي دي او اف جي اش اي J K L M N O P Q R S T U V W X Y E Z. الى حسبناهم غنلقاهم 26 حرف، قلنا منهم لي فويال ومنهم لي كونسون. اذا كنتمنى انكم خديتوا واحد الفكره على لي زالفابي. دابا غادي نمشيو نفرقو فينا هما لي كونسون فينا هما لي فويال. اذا قلنا لي فويال سون، اذا شكون هاد لي فويال؟ اول فويال عندي هو ا، كنقول ما ناجي افيك، ما ناجي افيك، هذا هو اول فويال، هو الحرف ا. ثاني فويال عندي هو حرف او، او اور شوكولا او تو، هذا هو حرف او. ثالث حرف عندي هو او، كنقولوا مير موديل موديلي ايكول،
اه 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 والكونسون آه ولا لو فويال الرابع عندي هو اي لا لاتر اي ايل تارتين اليبي. والسانكيام او لا الحرف الخامس اللي هو فويال هو او اون بلوس دوسو مي اخر فويال عندي هو ايكاك. ياسمين بيجاما جوكي هادو هما لي فويال اللي عندي. اذا عندي الفويال الاول هو ا الفويال الثاني هو او خصني نحفظو الفويال الثالث او الفويال الرابع اي الفويال الخامس او الفويال السادس ايكاك. اذا هادو خاصني نحفظهم مزيان هادو هما لي فويال ونعقل على لي فويال. اذا لي كونسون هما الاعداد هما الحروف اللي قوليه كاملين. اذا لي فويال عرفنا الحروف ديالنا لي فويال ا او اي او او و ايغريك. اذا دابا غادي نهضروا على لي كونسون سون هما الحروف قلنا 20 المتبقيه. اذا نحاول نكتب لكم كلهم تقريبا هنا باش نحفظهم كاملين وعقلوا عليهم. اذا لي كونسون قلنا هما بي بالين طابلو تيب سي كور ايكول لاك دي ديجا ادغوا سود اف فير انفون سوف جي غران انجلي لونغ اش اوتور اور دور جي جولي ديجا جو كيلون ولا يا كيلو كاكي كاياك ال لا بوليسيي مال ام ما رومان لام ان ناجي بون اون بي بارلي ابروندر اوب كا كارونت pic coq r rom écrire cours s savoir tasse dessus t ta tartine petite v vol envoi envie rive w va gant oui fi x axe exact thorax z zo zéro gaz. اذا هاد لي كونسون كلهم اللي عندنا الحروف الملونين وهما كما كتشوفوا كلهم كيكونوا اغلبهم حدا واحد لي فويال اللي شفنا اما قبل او اما بعد او او لا بعد او ولا بعد اي او لا بعد ا. اذا ديما هذوك لي فويال عندهم اللي هضرنا عليهم عندهم هما اللي كيشكلوا لينا الحروف وكيخلونا اننا ننطقهم. حيت هادو هما لي كونسون كاملين عقلوا عليهم. دابا خاصنا نشوفوا الحالات كيفاش يمكن لينا نكتبوا هاد الكتابه كيفاش كتكتب هاد الكتابه. اذا انا عرفت الحروف عرفت انواع ديال الحروف فيهم لي فويال وفيهم لي كونسون. لي فويال هما 6 لي كونسون 20 خاصني نحفظهم مزيان. لي فويال هما باش كنديروا حنايا الصوت ديال الواحد الكلمة هما اللي كيعطيونا الحركات ولي كونسون ما كيكونوش حركات ما كيتنطقوش بوحدهم كيتنطقوا الا كانوا معاهم لي فويال. دابا كيفاش كيتكتبوا الحروف الطرق كيفاش كيكتبوا الحروف هما اللي غادي نبينوا اللي غادي نهضروا عليهم دابا. اذا قلنا اون بو ايكريغ لي لتر دو لي زالفابي يمكن لينا نكتبوا الحروف ديال لي زالفابي. كيفاش يمكن لينا نكتبوا؟ اذا هاد الحروف كيتكتبوا بعده طرق. اذا اول طريقه اللي يمكننا نكتبوهم نقدروا نكتبوهم اون ماجيسكول يعني غران لتر. فاش كنقول ماجيسكول يعني كنعني بهم الحروف الكبيره مثلا ا كبيره بي كبيره سي كبيره. اذا ديما كنقول لا لتر اون ماجيسكول يعني كنعني بها الحرف
يكون كبير. اولا قد نقول اون مينيسكول، ولا او بيان كنقولوا اون مينيسكول، يعني مينيسكول بيتيت لتر، يعني الحروف الصغيره، مثلا ا صغيره، بي صغيره، سي صغيره. فاش كيكونوا عندي الحروف صغار كنقول لي لتر دي لالفابي اون اكريتور اون مينيسكول، يعني مكتوبين مينيسكول. مزيان. أحسن. وعندنا بزاف ديال الانواع ديال الكتابات، ومنهم الكتابات اللي كيكونوا عندنا في الكتب، يعني في لي زامبريمي. قلنا لي ليتر اللي كيكونوا في لي زامبريمي في الكتبه او المطابع، دون لي ليفر كنسميهم اون ليتر امبريمير، يعني اللي كيكونوا عندنا في لي ليفر كنقراهم في لي ليفر. نقدروا نقراهم ا كبيره، نقدروا نقراهم ا صغيره، ولكن ما كيكونوش اتاشي، ما كيكونوش ملاصقين، كيكون حرف حدا حرف ولكن بكلمه بعيده على كلمه. هادو كنتسماو لي لاتر دام بخي مير. دابا غادي نمشيو نشوفو اخر حاله اللي كيمكننا نكتبو فيها هاد لي لاتر لي زالفابي، كيفاش يمكنهم يتكتبو. هي او كورسيف، بحالاش كورسيف، هي اون اتاشي، اذا كنلاصقو الحروف بحال هكذا، يعني حرف حدا حرف باش نقراو الكلمه. هادي اون كورسيف كنكتبوها يعني بسرعه، او اتاشي. وعندنا الكتابة اللي كنكتبوها حنايا، مثلا كنكتبو في هادي كيكونوا في لي ليفغ وكيكونوا اتاشي، وكيكون اللي كنكتبو حنايا عادي كنكتبو ا، مثلا ابسون بغينا نكتبوها في الكتاب ديالنا كنكتبوها ا، لا ليتر ا، لا ليتر بي، اب، اس، يعني كيكونوا عندنا الحروف اللي هما اتاشي، كيكونوا الحروف ملاصقين. هذه هي الكتابه اللي كنكتبوا عندنا. اذا كنتمنى انكم فهمتوا لي زالفابي، فهمتوا المعنى ديال لي زالفابي، شحال من عدد عندنا ديال لي زالفابي، انواع ديال لي فويال، انواع ديال لي كونسول، كيفاش كتكون انواع ديال لي زيكريتور، الماجيسكول غون لاتر، المينيسكول بوتي لاتر. عندنا ليكريتور ديال لابريمونت كتكون عندنا في لي ليفغ، وعندنا لي كورسيف اللي كيكونوا في لاطاش. اذا كنتمنى ان هذا الدرس الاول او الحصه الاولى دازت مزيانه ليكم. اذا ما تبخلوش على وليداتكم الصغار، واعطيهم اول درس ويتسنطوا ليه باش يستافدوا منه. وموعدنا في درس واحد اخر ان شاء الله، وغادي نحاولوا نشرحوه، وحنا غادي حصه بحصه. راه قلنا هاد السلسله راه ما عندهاش مستوى، راه ما مخصاش مثلا الناس ديال الثاني او الناس ديال التحضيري، هذه راه جميع المستويات، شي حوايج اللي راه انا براسي كنتعلمهم من هذه السلسله وتعلمتهم من هذه السلسله. اذا ما تبخلوش على راسكم، العلم ما عندوش حدود. خليتكم على خير، سلام عليكم.